مازيغ ثقافتي لزرين النهار ذي فازولا سلقرار نسلوى ينتهي ذا عبد المجيد تبون ودن يمضبران ذي معلمان ذي خدمان ذي تكبونايا ذي مقرانين نتمورت دويني شدن غرصان ذي الولايات المجالة ذي نتمورت يقوذ تستو ينن بيلش فدن دقيقة نتسوسمي غرف لحداش النصباح ذي الثغمار ذي ثمورتي والطرحام غرف الأرواح نيمة غرص سنة مسبانيين 17 أكتوبر 1961 يفدو سلوية ينتهي عبد المجيد تبون دقيقة نتسوسمي ويغرى الفاتحة غاف الأرواح حني مغرى سنة مسبانيين 17 أكتوبر 1961 تصبحيث بوسع غاف 11 نصبح وحضران غرطة مانو سلوية نتيهدو ذا يمضبران مقريث نتسلويث نتيهدو ذا سي ثمينة سي فدون غلافة من زون تمورت أيمن بن عبد الرحمن دقيقة نتسو سمي غفل رواح نيم غرسن تمسبانيين 17 أكتوبر 1961 قلنا غنوذفو قلنا غنوذفو حضر نغار تماس يمضبران نسلافس بغلي فيس يكذويذ بغليف لخور ندخل لومور ندخل نتمورت انشتاوي وصحيو نوس مكتي ويس 61 نبزن سبانيا 17 اكتوبر 1961 في الدين سرافس تم سلطة اكو ذيال ثمان تمور غفل 11 نصفح سيف دين دقيقة نتسوسمي يو طرحام غفل رواح نيما غرس تديانين ديلان ذي باريس انشتاوي فد ذاغا دقيقة نتسوسمي ونمها لمثون سرافس لما نغناو فريد بن شيخ يقضي نمها لندقس التميوين السومثة وقوس مكتي لارواح نيما غرس ذو طرحام فلسل انشتوي وكذد اسلوايا نوس قام وغنا ونويدود ابراهيم ابو غالي سلثنايان غافيرين نوسي وضع لعفور بي مغرسا تمسبانيا 17 اكتوبر 1961 وكذد ذاكن اساني شوفان ويكذ ويد اجارد امزروي وماشي ذين على يمحون ويوهاد ذاكن تمسن سقط نلزاير تسيني شدن غار في كثين تمونان تأتل لينيال أجدود والساوال أسوايا ذيال تمليليين إجمعان في مولان الدونيت شهر زاد وليد عزوز غار سوايا هذه حقائق تاريخية لا يمكن أن تسقط بالتقادم وإنما حقائق يبين تاريخ ونحتفل بها لأن الجزائريين فخورين فخورين بالشهداء اللي ضحاوا من اجل هذا الوطن ونعرفوا قيمه هذا الوطن، الوطن هذا ما جاش هديه وانما جاء بفضل هؤلاء الرجال سواء كانوا رجال او نساء وحتى اطفال ضحوا بالنفس والنفيس لاستقلال الجزائر والحمد لله نحن ندعم هذا الاستقلال والرساله واضحه لان الناس اللي عاشوا ويعرفوا وعندهم عقيده التحرر ويرفضوا العبوديه كل هذه الابعاد موجودة في الدبلوماسية الجزائرية وإحنا اليوم ندافع على حق الشعوب هو امتداد لعقيدتنا اللي اكتسبناها من الثورة التحريرية وإحنا نفتخر بها وندافع عليها في كل المحافل الدولية العدي غير وحريشة تزمرت يكذدو نغلاف تزمرت عبد الحق سيحي سليف دينس غاف لقديش نوس فوقل وسغنا ونتزدج ذك ذا ين توجيا ثمليين يدي لان ذكوا ينسن ذكوا ينسن وغليف تزمرت يند ذاك ين ذا سنتل وذاهيل ايدي سفقان الناس حراس وغليف اطمنا تلويث ايثوكناتيني قرزن دي توجياني مضان قخامن انتوجيا ريما عزوك ثغال تسوية إن هذا الموضوع الذي يجمعنا اليوم يعكس التزامنا بضمان راحة وسلامة مرضانا أثناء تواجدهم في المؤسسات الصحية سواء تعلق الأمر بالاستشارات أو الاستشفاء النهاري أو الاستشفاء لفترة طويلة كما يهدف هذا اللقاء إلى التوعية والتحسيس بأهمية نظافة البيئة التي يتوجب على مهني الصحة وعلى المرضى وعلى مرتفقي مصالح الصحة التطبيق السار لمختلف بروتوكولات والتوجيهات
أنسانيس الولاية عند تيموش تندهتو ثان إيفردان ذي يلتما ستغوزي ذي خجضان ذي ذي خلفن اسلم ضرا غافث كورياس وذي يسنرنان ذي الحريس غافي سنة أمس نهران سويا جان إمزداغة تمنات ثغري غارثمي وين ثعنة مسالة إتفين التفراث إيو غوراكي النولية تصدي ثوريق كمال بوعز عبد ثي ولا فينا جيد تيد يغالان تذيل تنت مناخ الولاية عن تيموشنت ميثا غوزي ذي خجدان وغالان ذي يلثم ذي تزنقاتين التمذينت ولا ذي تلمسيس ذين ذي جاني سقسيين غافو استهزي ذي لان ذك عوذنسن أشحال بقوران ولا ذي سقسن نعانو خلصوا سيسبونسي كل خطرة بدل الروتيلة بدل ليبرات فورس رم يخدموا معاهم كارثة قارها طريق من هيرك تشوف فيها رم بالعين رم يخدموا رم يبريكولو هذه هي الولاية على الحفر طلبوا حنا هاد لي زوتوريتي دو خرجوا للتيران باسكو لا راه تمشي ضرها بزاف كراف ولي زاد مرضتنا وكراف كراف راه بزاف الحفور راه بزاف في الطريق ما نشوفو بزاف حفور عندك سينما واحد حفر تاع صباح حاسي يجي يحفر اونتبريز يقلع يعاود يدير غير تراب داين يغالني يصرفو يمذانا نزات نوس الويت غيوان تنعين تيموشنت دي وكذانا ذاكين يبدا وهيل يتوجردان دي تدريمت تغيوانت 639 مليون سنتيم مشات تدريمت أورنس كافية راي وعوذنية لإفردان يهثوثان أو انطلاق عملية مسجلة يعني على مستوى البلدية من ميزانية البلدية يعني أوتو فينونسمون اللي بقيمة يعني 939 مليون سنتيم لكن للأسف يعني هذا المبلغ ما يكفيش يعني كامل الطرقات اللي راها مهترية نظرا للحفر العشوائي قمنا يعني بالاتصال مع شركة يعني جزائر المياه وشركة سونالغاز ل يعني اتخاذ الإجراءات فيما يخص إعادة يعني الطرقات إيه كان يعني صوت ضد غرثة قراني سالين سبزي أخذت نغرثة كلت نظن غرثة تنمرت رجاء مشاهدينا بهذا نصل لختام هذا الموعد شكرا على كرامي